أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يروج هذه الأيام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه افتراق الأمة على 73 فرقة، فهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ نعم، بمجموع طرقه صحيح، وقد كتب العلماء في جمع طرقه وظهر أنه حديث صحيح بمجموع طرقه، لكن هؤلاء يريدون أن الأمة سواء، وأن ما أحد عنده ضلال ولا أحد عنده مخالفة، وكل الناس سواء، هذا اللي يريدون. يقولون ما في تميز بين الناس، الناس كله إنسان، كلهم بنو آدم، هذا اللي يريدون. يموعون، يريدون يموعون الدين، ويموعون الولا والبراء، ويموعون تقسيم الناس كما قسمهم الله إلى مؤمن وكافر وفاسق ومنافق، يريدون هذا، يريدون الناس، يجعلون الناس شيء واحد. نعم، هذا ما يصير أبدا، ما يكون الناس شيء واحد، الناس متفاوتون. نعم.